حرب مستعرة لا تستثني أحداً، تغيب فيها كل ملامح الحياة وتنعدم أشكالها، وتبقى صور المشاهد القاتمة هي الثابت في معادلتها. ضحايا بلا إنصاف، وانتهاكات لا يقدم مرتكبوها للعدالة، وواقع لا تتوقف فيه الجرائم. فما بين قذائف ترسلها الميليشيا للمنازل وقصف جوي لطائرات التحالف، يبقى المدنيون المستهدف الأول في دائرة المواجهات التي اتسعت وارتفعت معها أرقام الضحايا. قذيفة صورني. لا تتوقف المعضلة عند الرصد وضرورة تقديم إحصائيات منصفة، يقول حقوقيون، بقدر ما تحتم الضرورة تجاوز فكرة تكريس الضحايا في وعي المجتمع كأخطاء تحدث في الحروب. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفي جديد تحركاتها قدمت تقريرها الثالث لرئيس الجمهورية، وهو التقرير الذي يتضمن نتائج أعمال التحقيق في الانتهاكات من كافة الأطراف في اليمن. الاجتماع الذي ناقش واقع الانتهاكات في مختلف محافظات الجمهورية استعرضت خلاله اللجنة أهم الصعوبات التي واجهتها والسبل التي اتخذتها لضمان ممارسة أعمالها باستقلالية وحياد لكافة الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف، وأمام مطالبات عديدة بإنصاف ضحايا الحرب وإخراجهم من دائرة الاستقطابات السياسية. يقول متابعون إن الواقع سيكون له تبعات قاسية ما لم يتم التحرك صوب مرحلة التنفيذ، على الأقل فيما يخص جبر الضرر ومعالجة الجرحى. تحركات عديدة فيما يخص ملف حقوق الإنسان وعدالة لا تزال غائبة في زحمة الحرب التي طال أمدها وطالت معها المعاناة المجتمعية.